سعيدة جدا باستضافة هشام عقبي معنا في برنامج رياضة ومجتمع. مساء الخير عليك اختي وصافي بليزير الضيافة هذه. نبدأ بهشام وبدايات هشام بالمدرسة الحراشية. كما قلت أنا وليد الحراش وتربيت في الحراش ولي كاتيجوري درتهم كاع في الحراش. الاسم تاع هشام عقبي كبر في الساحة الرياضية وين كانوا عندي عروض كثيرة وين التحقت بوفاق سطيف ففريق عريق وصافي بليزير لعبت بوفاق سطيف وديت معه الألقاب والحمد لله. أنت فزت بالبطولة العالمية مع الفريق الوطني العسكري وحزت على لقب أحسن لاعب اللي كان هذا بالعاصمة البرازيلية ريو دي جانيرو. تكاليفين الله فينا الكونتر اللي جبت واللي جبت ماشي سهلة. لعبنا كونتر دي جوار لعبوا كونتر ليكيب ناسيونال أ وحزنا على اللقب اللي شرف الجزائر ورفعنا عالم الجزائر في السماء ان شاء الله ويزيدوا يرفتوا ان شاء الله كما يقول لك لقب ليكيب ناسيونال ان شاء الله. السحر احمد سوداني كيف نعرف السحر والسحر في الرياضه؟ في الحاجب هذاك اللي يشمخوه في الماء ويرشوه يرشوه مثلا عند الحراس مرمى او حارس المرمى هذاك كيرشوه هذاك الجان يتكفل بحراسه المرمى. واش تقول؟ قلت سي فغي ايا عنده الحق. وفاق سطيف لعبنا في دغال افريقيا وين دخلنا الفيستير لقينا فايس ما كنا كيما نقولوا ندخل الفيستير تلقاي تتفشلي كان واحد العفايس يفشلوك. حنا الشيخ في البلاطو عندنا حالتين حاله كهينه وحاله هشام هل نستطيع ان نعالج كهينه؟ ان شاء الله باذن الله نستطيع. هذه تولي القوه الاراده تاعها خاطرش عليها كيما نقولوا دوك انايا كي نعالج لازم انا ثاني كنعاون هذاك الانسان اللي هو يعالج فيا. صح. انا الشرط الاول لازم تكون مستوره كاملا. تفضل الشيخ على بركه الله. باذن الله تكلم باذن الله باذن الله. ما تزيرش عليها ما تزيرش عليها. شيخ احمد باذن الله. سنشاهد ريبورتاج. بسم الله. من فضلك شيخ. إيه. بسم الله. تقطعني شيء أنيسة. اسمح لي شيخ اسمح لي نعتذر منك مشاهدينا الكرام وبدون الإطالة عليكم سنكمل وإياكم علاج كهينة بعد متابعتنا لروبورتاج حول السحر في ملاعبنا وفي الرياضة الرياضة والسحر في هذا الروبورتاج زميلنا حكيم. اسمح لي شيخ الله يسلمك. شتها طلعه شتها مخك. شوف روبورتاج واش وصل واش كنت تحكي لنا كاع راح نشوفه في الروبورتاج. هشام دار باش يشوف الروبورتاج وهذا واش راني نستنى باش ندي بلاصه كهينه. شوف واسرى سؤال نطرحه نحن لضيفنا مشاهدينا الكرام هشام هل يؤمن الرياضي بالسحر؟ اه كان منه. قلت لك ربي كي يحب يكتب لك تنجح تنجح كي ما يحبش يكتب لك والله هو الطير لسما كاع. اقدر اتكلم شيخ اقدر اتكلم اقدر اتكلم. قيها قيها قيها. بسم الله بسم الله بسم الله. الله اكبر بسم الله بسم الله اكبر بسم الله. أنت مسلم ولا كافر ولا نصاري؟ جوريان كومبر. تكلم باللغة الفرنسية. جوريان كومبر. أتكلم معك بلغة القرآن فتكلم معي بلغة القرآن. جان باسا. الله أكبر. جان باسا. الله أكبر. جي با أنفي دو بارلي. الله أكبر. لاس موا بارتير. الله أكبر. لاس موا بارتير. لا أطلقوا. لا أطلقك لا أطلقك بارلا فيك ما بارلا فيك ما لا أطلقك. شهد شهد بإذن الله. جون في دالي أو كاميرون جون في دالي أو كاميرون لس ما بارتي شهد بإذن الله. شيخ تدريش معايا كامل لا حصة لا حتى واحد مصار بيه بك أنا بيالي بلسد فا. بسم الله بسم الله حضر تكلم شهد شهد وانا حق قبلنا. بسم الله اخرج باذن الله اخرج باذن الله. شوف يدي شوف يدي شوف يدي شوف يدي نوشا بفا نحق بيها شوف يدي بفا
بسم الله. تكلم معه. وي تكلم معه. هي هي ما يضر. تكلم معه. ليش في حاجة مليحة؟ دير خير خيرين. نحشو الحاجة اللي فيه وديها معك. شوف. الشيخ كملها في الدار. راني ماسكهم ما تهضرش معايا استاذ ولا خرج من برا كاع خرجوها علينا هذه. فهمت قال. اخرج. اخرج 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 خلاص ما نشوفش ما نشوفش. فهمت قال. تكلم معه. جون فو دو بارلي. تكلم معه. افيك لوي. تكلم معه. مون فيس. سالو مون فيس. سالو. سافا. سافا بيان اي توا. Tu joues le football, toi? Oui. Je vais te lui passer un de mes amis de parler avec lui en arabe. J'ai envie de passer. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bismillah. Bismillah. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. تكلم. هذا مؤمن. الحمد لله. الحمد لله يا رب. والله راح عايش في بلاد البعيدة وحاب يدخل بلاده. الحمد لله. قل له إيه ولا لا. عايش في بلاد بعيدة. يروح ويحب بلاده. الحمد لله. عندي طموح إني حاب نوصل ليهم. يبغي أمه ياسر. الحمد لله. الحمد لله. صح ولا لا؟ صح. وخالد وخالد هذا شكون؟ خالد اللي يسكن قريب لي هيك. عتبته قريب لا عتبته، شكون خالد؟ خالد يقوردي. خالد مقريني. فيه ضر ما فيش، إذا شفت فيه ضر نحو روح. صرالو واش صرال هذا المخلوق؟ شكون هذا اللي صرالو؟ هذا خالد. خالد لونيسي. خالد لونيسي. تكلم معهم. تكلم معهم. يبغيك ياسر وكان ينصحك. ينصحني بزاف. بصح وراك ما راكش وحدك. بلا سيدي الخير. سيدي بكتفي بلا سيدي الخير. سلم الكتف. لا اله الا الله محمد رسول الله. سيد الخير. سيد الخير. لا اله الا الله محمد رسول الله. سيد الخير. بسم الله. راه راضي عليك الوالي سيد الخير. زرت قبته؟ زرته؟ نلعب عنده. رحت زرته؟ نلعب عنده. العسكر. العسكر. ربح على العسكر هذا. ربحت عليهم ماه. ربحت على العسكر. ربحت عليهم ماه. وربحتي كيب كبير. ربحت كيب كبيرة صح. مشي في الأخر. قبل الأخر. قبل من الأخر. قبل من الأخر. برازيل بيزيل كارزيل. برازيل. عيط. برازيل. عيط. برازيل. استغفر يا أستاذة. غدوة قولها تسكت ولا تخرج عليا هذه. يخرجون عليها أنا بين موت حياتي. أخرجي. نحبك يا انا تلك والله غنحبك يا هشام. قول والله غتحبني. والله غنحبك. عرفتي شكون انا هشام؟ ما نعرفكش. حبيت تعرفني؟ اه. غدر فيا مليح. هاني نغزر فيك. قول لها الشيخ اجبد روحه عليا. ها؟ استغفر الله. اجبد روحك. هشام والله غنحبك. الله ما حق عليك يا حسن. خلي خلي اقعد اقعد هشام اقعد. الله ما حق عليك يا حسن. هايا انا شيبيه وانا دعيلك وبستمراري وزياده. شوف انا بنادم خرج لي مليا المراه دي قاعده هنا ولا ليه؟
هي في الحقيقه واسمها الجن حب يسكن. ها اقرا من الله ما تخافش يا شمكن، شوف الجن حب يسكن. حجوز في رمضان على قناه الشباب. يا خا حجوز يطلبوا مني انه ندير كاميرا كاشي، قلت لهم ودي نديروا كاميرا كاشي بصح مش لدرجه ان نلعبوا بجنون، لانه هذا الجنون لانه في اي مكان موجود قادر يخرج في اي لحظه رجع. هاي مركتوا الله العافيه ما يخرج. راح نقول لكم يعطيكم الصحة وإيميسيون مليحة، وإن شاء الله كما نقول لك ماشي غير أنا الأول، ونشكر كاع الطاقم هذا اللي جاز تاع الشروق. اسمح لي حسان، اسمح لي، صباح جن جن يا خويا جن، بارك الله فيكم ويعطيكم الصحة. إيه يا هشام إيه أنت حنين بزاف بزاف، معليش. أما أنتم مشاهدينا الأفاضل لكم موعد غدا بحول الله تعالى وحلقة جديدة من برنامج الجن حب يسكن مع الشاب محفوظ.